بسم الله الرحمن الرحيم. لما أراد الله خلق محمد جمع الفضائل ثم قال: تجسدي وتر يهيم الفكر فيه ولا يرى ندا لمعناه الفريد الأوحدي عذب به تحلو الثغور وطيبها ذكر الصلاة على النبي محمد. نيال لكم يا من بذكرهم تطيب كلماتي وبحبهم أنجو من الزلات لولاهم لم يستقم نور الهدى وبفضلهم لا خير في الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أهل النبي نجوم في الورى زهر محمد شمسهم والمرتضى يا قمر مطهرون نقيات ثيابهم وين الشباب تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. قيل لي أنت أوحد الناس طراً. منو هذا؟ أبو نواس لولا شاعر الشعراء شاعر الأوحد في زمن الرضا والناس كلها تجت تمدح إلا أبو نواس، فعتب عليه الأمراء الشعراء: يا أبا نواس هذا علي بن موسى قد جاء إلى خراسان، فبادر الناس في مدحه وأنت أفضلهم، فما بالك اختفيت؟ قيل لي أنت أوحد الناس طراً في بديع من الكلام البديع، لك في جوهر الكلام بيان يثمر الدور في يدي مجتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه. ما راح أقرأ البيت الآخر كلكم تقرأوا. قيل قلت لا أهتدي لمدح إمامنا، كان جبريل خادما لأبي. ما أريد منك صلوات وأنا أبائي، أنا أريد أعيدك إلى القديم، القديم وفي الأخير الجديد للشباب، قديم القديم قبل لا نبدأ الحديث. نقول شيل الله يا أبا الحسن، شيل الله عن نبي في مولدك تحلى الصلاة، وشيل لا تبخل عن النبي في مولدك يا علي، كلنا على بابك يا علي، يا أنيس الروح غوث المبتلي،
الولي ابن الولي وابو الولي، الولي الولي ابن الولي وابو الولي، واللي ذي زار من هموما كفى وشيل الله عن نبي في مولدك، عن نبي في مولدك تحلص يا شمس ليش مو صلى الله عليك فاز يا أبا الحسن من اتعنى إليك وزارك وصلى الزيارة بين ذكرها وزارك وصلى الزيارة بين ذك وعلى بابك كلنا يا شمس الحياة وينهم شيل عالنبي في مولدك تحلى عالنبي في مولدك تحلى الصلاة المدينة بمولده متزينة وطوس تهليل وتسابيح وغنى والي وصل هينا الأكبر من عليك والي وصل هينا الأكبر من فاز من زارة وتعنى لبمدى وشيل الله بالحسن عفية عفية عين عن النبي عن النبي أزيدك لو كافي يا الرضا ودنا على قبرك نطوف يا الرضا ودنا على قبرك نطوف الملايك عندك الليلة ألوف اسمع وجاوب والشفاعة للي يزورك يا الرؤوف وشربة من جدك علي تروي ضما وشيل الله الحسن عن نبي في مولدك بعد بيتين ما يخالف يا سليل المصطفى وبدر السماء مولدك جينا نهني فاطمة يا سليل المصطفى وبدر السماء بمولدك مولدك جينا نهني عالم أهل البيت كل شي يعلمه عالم أهل البيت كل شي يعلمه روحي وارواح البشر كلها فدا وشيل الله أبا الحسن عن نبي وأولادك يلي مثلك يا الرضا ما صار وكان ضامن الجنة يا سلطان الزمان الأمان نريد من عندك أمان الأمان نريد من عندك أمان يا الكريم اللي يغرقنا بندى وشيل الله بالحسن عن نبي في مولدك تحلى الصلاة ولي وسلم وسلم أنا أنطي الروح لأحبابي وسلم وصافح راحت بجفهم
وسلم يا رب العرش، صلي وسلم على المصطفى وآل بكل مسي أفضل الصلاة. نتقدم جميعا بأسماء آيات التبريك والتهاني إلى مقام النبي الأعظم والعترة الطاهرة، لا سيما إلى مقام إمامنا صاحب العصر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في ليلة من أحلى الليالي في شهر ذي القعدة، وهي ليلة مولد إمامنا الضامن الثامن علي بن موسى الرضا المرتضى، شمس الشموس وأنيس النفوس، المدفون بأرض طوس، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، ومولده في المدينة من عام 148، ومرقده في أرض خراسان سنة آباد، قديما كانت تسمى في أرض طوس، فمن زاره في تلك البقعة يضمن على الله الجنة. حقيقة من تذكر الإمام الرضا على طول يجي في بالك الزيارة وبركات الزيارة. أحاديث كثيرة قبل أن يولد الإمام الرضا جاءتنا عن النبي وآل النبي. النبي الأكرم له أكثر من حديث، وذاك الوقت أرطوس ما فيها ولا رمس واحد لأهل البيت. ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، ما زارها مؤمن إلا أوجب الله له الجنة وحرم جسده على النار. في رواية أخرى، ستدفن بضعة مني بخراسان، ما زارها مكروب إلا نفس الله كربه، ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه. إمام أمير المؤمنين أيضا له حديث، حينما يذكر طوس وأرض خراسان قال: سيقتل فيها رجل من ولدي، اسمه اسمي، اسم أبيه اسم ابن عمران موسى، يعني علي بن موسى، من زاره في دار غربته. أنا أقرأ الأحاديث وأنت تتذكر قد مرة زرت الرضا. هذا رصيد، هذا رصيد ما يروح، رصيد البنك يزيد وينقص، وأكثر شيء ينقص، صدق يا لا. أما هالرصيد إذا ثبت بعد خلاص، من زاره في دار غربته غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم وقطر المطر وأوراق الشجر. قبل ما يولد علي بن موسى، اللي همني الحديث الجاي، إمام الكاظم مع كثرة أولاده، وكان الأفضل منهم هالثلاثة الرضا والمعصومة والقاسم، ودولين الثلاثة من أم واحدة، نجمة أو سكن اسمها، أو تكتم، تكتم تكتم على اختلاف اللغات واللهجات. هذه المرأة خطبها رسول الله في عالم الرؤيا، وقال لحميد: اخطبيها لابنك فإنها ستلد له خير من في الأرض. وفعلا تزوجت بالإمام الرؤوف الرضا سلام الله عليه. بعد تزوجت بالإمام الكاظم وولدت الإمام الرضا، أحسنتم. فهذا الإمام الكاظم يقول لأولاده، لما ترعرع الإمام الرضا من بين أولاده الكثيرين: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد، فسلوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم. يعني الأئمة كلهم يقولوا لمن يأتي بعدهم: قولهم قولي، فعله فعلي. إمام يرث الكمالات من آبائه الماضين، فهم يتوارثون العصمة والعلم والكمالات كابرا بعد كابر. فإني سمعت أبي جعفر يقول الإمام غير مرة، يعني أكثر من مرة، غير مرة يعني أكثر من مرة، يقول:
إن عالم آل محمد لفي صلبك، ليتني أدركته فإنه سمي جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هسه تشوف كتب الأحاديث الكثيرة، مو كل الأئمة وردتنا عنهم ترى أحاديث، مثلا الإمام العسكري يروح يفيدها يا 5 سنوات وأشهر ما مضيق عليه، وما يطلع اليوم الاثنين والخميس لبيت البلاط، ومحفوف بالجواسيس، وتعرفون زمن بني العباس يبحثون عن الإمام المهدي من أي مرأة سيولد، وين يقدر يبين أحاديث؟ ماكو، روايات بسيطة على عدد الأصابع يعني بمعنى المجازي. وين أحاديث الصادق والباقر؟ وين أحاديث كلهم في الفضل سوا، لكن الدنيا ما أعطتهم مجال. الإمام الرضا لا، سنحت له فرصة نوعا ما، فشاع صيته فصار أولاده ومن أتى من بعده كلهم يعرفون ابن الرضا، حتى يقولوا على زمن الإمام الكاظم هو اللي لقبه بهالاسم، قلت لابني الرضا، قال ابني الرضا، ادعوا لي ابني الرضا. لذلك هذا الاسم المحبب للإمام الرضا سلام الله عليه. فمن ألقابه الرضا، رضا الله في سمائه ورضا الرسول وأهل بيته في أرضه. ممكن تقول هذه سامعها، يسامح اسمعها، ما نقدر نزيد فيها ولا ننقص بعد، هذه روايات أهل البيت وراح تسمعها في وفاته وفي مولده، خلي أولادنا يحفظوها، احنا شعدنا غير تاريخ أهل البيت وميراث أهل البيت. ليلة الرضا للرضا، ما نقدر نشمل ولا نجنب ولا نشرق ولا نغرب، رضا الله في سمائه ورضا النبي وأهل بيته في أرضه، لأنه رضي به المؤلف والمخالف. ما يهمني هو هذا الاسم الذي قرأنا على مسامعكم هذه الرواية اللطيفة، عالم آل محمد. وفعلا عالم آل محمد، إذا عندك وقت الليلة اقرأ شوية في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، أعلى الله درجاته، وشوف هالمناظرات بين الإمام الرضا سلام الله عليه وبين اليهود والنصارى والجاثليق وعين الجالوت والملل والنحل، كلها تذعن أمام الرضا وعلم الرضا سلام الله عليه. وفعلا هو عالم آل محمد. فإذا قرأت رواية في الكتب روي عن عالم آل محمد، اعلم أن المقصود مو الصادق، لو أن الصادق هو عالم آل محمد، المقصود هو الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ففي الفترة التي غيب فيها أبوه الإمام الكاظم، كم سنة؟ قالوا 13 سنة، قالوا 15 سنة، قالوا 17 سنة، خلينا نأخذ المعدل 15 سنة. إلى من يلجأ الناس حينها؟ إلى علي بن موسى الرضا. فكان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهناك حلقات علمية كثيرة من مذاهب مختلفة، فإذا أعيتهم المسائل رجعوا إلى الإمام علي بن موسى الرضا فيجدون الجواب حاضرا في شتى أنواع العلوم، لا يحدهم علم معين دون علم. قال اليقطيني: حفظت عن الإمام علي بن موسى 18,000 حديث، وفي رواية أخرى 18,000 مسألة. مسألة مو سهو شلون والشك شلون، لا هذه احنا يمكن نعيش طول عمرنا وبعدنا نسأل السهو شلون، زين عمري 60 سنة ما تعديت هالمرحلة هذه، بعدني أسأل عن السهو، بعدني ما أعرف الشك في الصلاة، ايش دعوة اسمعها وانت صغير إلى الآن، تقدم شوية يصير علمك أعلى وأرفع. صاحب أهل العلم، احضر الجمعة والجماعة وتعلم من خطب العلماء ومجالسة العلماء ومن الأخيار أمثالكم، تقدم شوية، تقدم كل يوم يمر عليك إن شاء الله تزداد علما، إذا لزمت أهل البيت وعلم أهل البيت روحي فداهم. فتجد في علوم أهل البيت ما تحتاج في أمر الدنيا وأمر الدين والآخرة، كله من أهل البيت، لا تشرق ولا تغرب. والأناسا قولهم وحديثهم، روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، ف
فالإمام سلام الله عليه يقول اللي يخطيني 18,000 إن كان حديث أو مسألة، كلها تعلمتها من الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه في مدينة رسول الله وفي مسجد النبي. فالإمام علي بن موسى الرضا يقول عنه أبي الصلف: لم أرى أعلم من علي بن موسى في زمانه. هسه الكتب ملئت من مناظراته ومن أحاديثه ومما ورد عنه روحي فداء، لأنه سنحت له فرصة بسيطة، فرصة بسيطة ولكنه ملأ الخافقين. المأمون كان يتقلب في غيظه وحسده، كان يتعامل بألق النفاق، ولكن كان في باله أن يخرس هذا الصوت، وحاشا أن يطفأ هذا الصوت، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فما رأى بد إلا أن يحضر كل من له علم في الأديان الأخرى، يهود نصارى ما أدري شنو، أديان مختلفة ذاك الوقت، وجابهم ومناهم إخواني بالأموال. إذا تفوزون على علي بن موسى الرضا أمام الوزراء والأمراء وأمام أهل الملل والنحال فلكم ما تريدون. وإجا ذو الرئاستين إلى الإمام الرضا يقول للأمير: يطلبك صباح بكرة تأتي مبكر. ليش؟ قال: بعد ما أدري. فكر الإمام ما يدري، كان إن شاء الله، لأن الإمام ولي العهد، ما نريد نخوض هسه في ولاية العهد شلون تولى الإمام وما هي الأسباب، هذه في وفاته نذكرها. هذا يريد يروح، نادى عليه الإمام قال لي: هذا تعال. قال: اسمع، سيندم المأمون. باكر راح يندم المأمون. هذا استغرب، قال لي: ليش؟ أنا قال لي المأمون أن أبلغك لكي تأتي مبكرا غد، فأنت تقول سيندم المأمون. قال: أنا أعلم لماذا، أنا أدري، ما يخفى علينا شيء. سيندم المأمون إذا رآني أجيب أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الزبور بزبورهم، وأهل الكتب الأخرى بكتبهم. حينها سيقول: ليتني لم أأتي بعلي بن موسى. إخواني، أوليس أعلم الناس أعلمهم بمختلف أديانهم ولغاتهم؟ شوفوا أنتوا أسرار أهل البيت، مو نقولوا إحنا تبا لعين لا ترى أهل البيت. ما قلت لكم ليلة الإمام الصادق إذا تذكرون زرار اللي ما يفارق الإمام يقول: استغربت، دخلوا على الإمام 15 واحد ما هم من المدينة، وأشكال مختلفة، طوال وسمر وحمر، تكلم معهم الإمام في مجلس واحد 15 لغة. 15 لغة. احنا واحد إذا يعرف صيني غير عاش في الصين، إذا يعرف روسي غير درس روسي، احنا حتى لغات بعضنا ما نجيدها، فما بالك يعني لهجات غيرنا ما نجيدها، فما بالك بلغات مختلفة. 15 لسان يتكلم الإمام الصادق في مجلس واحد. وتكرر نفس الشيء، وأبو الصلت اللي ما يفارق الإمام هم استغرب، تكلم ويا الرومي ويا العبري ويا الرومي ويا الحبشي ويا ويا، تكلم ياهم الإمام مماليك، يقول لأبو الصلت: سيدي، من أين وأنت ترعرعت في المدينة؟ من أين لك هذا العلم؟ قال: ألم تسمع قول جدي أمير المؤمنين عليه السلام وأوتينا فصل الخطاب؟ وهل فصل الخطاب إلا معرفة الأديان المختلفة ومعرفة لغات الناس؟ ولعلمك، هذه يكررها الأئمة، إن الإمام يعلم لغة كل ذي روح. وسليمان أفضل الذي علم منطق النملة، وعيسى بن مريم ينزل، ورح نتكلم إن شاء الله في أيام محرم شلون ينزل عيسى بن مريم وشلون يصلي خلف الإمام وما هي أهداف ذلك، وهل هذا مدد للإمام صاحب الزمان؟ نتحدث إن شاء الله في شهر المحرم، الله يبلغنا وإياكم، يعني هذه نقطة مهمة. يقول له: تقدم يا نبي الله فصلي بنا. قال: بكم، يقول بكم تقام الصلاة. فيأتم عيسى بن مريم عليه السلام خلف الإمام المهدي، والإمام يقيم الصلاة. نعم،
الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول الإمام يعلم منطق كل ذي روح، لا يخفى على الإمام ذلك. المأمون لما إجا الإمام الرضا قال لهم تهيئوا، أد علي بن موسى إجا، ومثل ما قلت لكم وهم عشرات الناس ترى أصحاب أديان مختلفة، طبعا إنسان يحيط بكل هذه العلوم مو إنسان عادي الشكل عقل الإنسان، يعني أنت تعال مذهب المالكي الحنفي الشافعي الحنبلي هذول رؤساء مذاهب يعرفوا في القرآن يعرفوا في التفسير يعرفوا مسائلهم الخاصة، لكن سله عن علم الزبور والتوراة والإنجيل شي يقول لك ما أعرف، تحدى واحد يعرف مال البيت، لا يا حبيبي هذا اللي يميز أئمتكم عن غيرهم، هذا جزء واحد من التمييز وإلا التمييز عظيم وكثير. فلما جلس الإمام قاموا له بأجمعهم بدون إرادتهم، بس دخل الإمام ومن أبصر نور الإمام قام الوزراء والمأمون وكل العلماء قاموا احتراما للإمام علي بن موسى. ما يهمني في هذه القصة وإن سامعها ما يخالف اسمعها مرة ثانية، لما استقر المجلس وإذا شوف الإمام أشكال ما معهود برؤيتها من قبل، المأمون سمروح ما يدري، قال هؤلاء وردونا يا ابن العام ما عندهم تساؤلات ومناظرات، فهل تستطيع تقدر تعطيهم من وقتك؟ سمروح ما يدري، قال له يا مأمون أبدأ أنا كم مرة قايل هذه الكلمة أم هم يبدأون؟ إيش قلت لكم أنا في المجالس الأخرى؟ إذا يبدأ الإمام تنتهي المناظرة، تنتهي، لأن إذا الإمام يسأل من يقدر يجيب على سؤال الإمام؟ وشوفوا في كثير من المواقف إذا الإمام يسأل خلاص. أذكركم يحيى بن أكثم وغيره الإمام الصادق ويبدأ، لكن أي ما يتنازلون إذا يبدأ الإمام خلاص راح يحيروا في إجابة سؤال الإمام. فقال لهم يبدأون، قام هذا الرئيس مالهم العون قال ما أنصفتنا يا أمير المؤمنين، قال كيف أتجاني تناظرون وأعطاك بالمجال؟ قالوا كيف نناظر من يقول قال الله وقال رسول الله وجاء في القرآن ونحن لا نؤمن بربه ولا بنبيه لعنة الله عليهم ولا بكتابه، فكيف؟ وهي الشكل الإخوان تريد مثلا تتكلم مع أحدهم ما تقول له مثلا جاء في الكافي وقال المجلس، يقول لك أنا ما أي مو عندي، جيب لي من أحاديث اللي مروية عندي. هسا أنا الحمد لله أنا أقضي وقت كثير أسمع هذه مناظرات أستفيد على العموم فيها فائدة أكثر، أحسن تقعد لك ساعات على الواتساب وفلان قال وفلان سوى ما بيها فائدة كلها هباء منثور، لكن تعلم من علوم أهل البيت. تحدى ويقول لك نتحدى أن تأتي بحديث صحيح قال فيه النبي إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقل كتاب الله وسنتي، جيب لي من الصحاح ماكو، ترى اللي مكتوب في الصحاح إخواني وعدرتي عدرتي وإحنا صغار وسنتي وسنتي وسنتي، الآن طلعوا لي عمر تفضلوا تفضلوا هذا على الشاشة هذا الصحاح المسلم هذا صحيح بخاري وعترتي أهل بيتي وين وسنتي ماكو، ضعيف جدا محطوط موضوع، فعلمانا قاعدين يفتشون، فأنت تحتج بكتب القوم على العموم. فقال الإمام قر عينا سأجيبك من كتبك مو من القرآن، ولا قال الله ولا قال رسول الله، فهات ما عندك. والله إخوان في عيون أخبار الرضا موجود هكذا، فبدأ كبيرهم والإمام يجيب من كتبه، قام ينظر لأصحابه تعال هذا يعرف في كتبنا أكثر منا قاعد يعطينا أشياء حتى احنا ما ندري عنها، قام الثاني قام الثالث ويجيبه، المأمون يتقلب بغيظه يشوف علي بن موسى يفحم هذا وهذا، اللي زاد المأمون غيظ شنو إخواني؟ قالوا والله ما وجدنا أعلم من علي بن موسى،
أكثرهم أذعن، اللي بقلبه حقد بعد يقول للشمس ذاك يطلع يقول لك ماكو شمس. فجلهم قالوا وأذعنوا، البعض صاب ألق النفاق والبعض يريد شوية يصير ويا المأمون، ولكن قال فعلا المأمون ليتني لم أأتي بعلي بن موسى. طلع الإمام الرضا مرفوع الرأس ولا، لأن يشيع الخبر الآن، دول الوزراء والأمراء يتكلمون، فيصير صيت الإمام الرضا يرتفع أكثر وأكثر. وإذا أبو نؤاس واقف على الباب في هالقصة أو في غيرها ينتظر الإمام متى يطلع. خرج الإمام وإذا أبو نؤاس جاي، سلام عليك سيدي، يعرف الإمام، قال له عليك السلام يا أبا نؤاس. قال سيدي قلت فيكم شعرا، إخواني راح نقرأ شعر تولي على الإمام الرضا، شعر قيل للإمام الرضا والإمام بارك فيه، يعني احنا نقرأ نلتمس ماذا؟ البركة والرحمة تنزل علينا. والنبي لا أشك، الإمام لا أشك بأنه صلى على النبي وآله يوم السمع، وأهدى أبو نؤاس ما أهداه وذكره بخير وترحم على والده، فإحنا نقراه نلتمس بذلك قضاء ما نريد نطيل أكثر. قال لي تفضل يا أبا نؤاس، تحفظوها أنتم؟ لذلك أنا ما أقراها، أنا مستمع الليلة. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أريد أسمع من لم يكن علويا أبو السيد تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. والله لما برى خلقا فأتقنه، شنو؟ صفاكم واصطفاكم أيها البشر. خلنا نضيف لها تخميس الأخير، بعلم خير نبي قد أمدكم وخصكم بالذي قد خص جدكم، وللنيابة عنه قد أعدكم، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب. هذه للرضا، ها هذه الكلام للرضا، بشوف صلواتك انت ويا الرضا يا ولا. سيقول علم الكتاب وما جاء به السور. على راسي على راسي طبعا انا ما اعطيت المجلس حقه ولا ربع من حقه، الاذان يتاخر الان واحنا نتاخر عن المجلس، ومجلسي الاول في السنابس وصلاه جماعه، ممكن تكون سمعتوا مجلسين هنا قريب في المسجد وهنا على نص ساعه وكذا، فانا اتاخر لان الطريق ياخذني تقريبا 25 دقيقه، فارجو المعذره اخواني. احنا ما اعطينا الامام حقه، ولكن نريد ايضا بهالصلوات الطيبات إن شاء الله يوصل الثواب، باقي لنا وقت شوية. يلا يا حبيبي أريد أسمع منك وما اكتفينا وراح نكتفي إن شاء الله. يقول ليلة فرح ليلة نور، هايدي الليلة محلاها، مولد ثامن أهل البيت بالأفراح عش نا. منو اللي مضوى هالليلة؟ مولانا الرضا المعصوم بالأنوار ضواها، والكون تنور بوجوده، والكون تنور ده، والكون تنور ده، والكون تنور ده، والكون تنور. واجب نعلن الأفراح واجب، ونقدم تهانينا، ميلاد الرضا بهاليوم تتحقق أمامنا. ايه قفي قفي وياي، ميلاد الرضا هاليوم وتتحقق أمانينا، بدفتر خدمة الضامن تتسجل أسامينا،
شاء الله كررها. بدفتر خدمة الضامن تتسجل أسامينا، إن شاء الله اسمك نفرح والمهدي حيينا، نفرح والمهدي حيينا، نفرح والمهدي هلا بي، نفرح والمهدي حيينا، نفرح والمهدي بعد الكاظم العقيدة، بعد الكاظم على الناس حج الخالق اختارا، بايعنا الرضا وللموت نبقى تباع وانصار، بس الباري واهل البيت ما حد يعرف اس، بس الباري واهل البيت ما حد يعرف اسراره، وما نترك حبه ومنهاجه، ما نترك حبه جما نترك حبه، ها جما نترك حبه، ها جما نترك حبه. واني واحد من السدنة دقيقتين واقرأ الجلوة واختم. هذا دكتور يشتغل وين؟ في الكاشوان. دليل يشتغل في الكاشوان تفكر ناس عاديين، تلاقيه مدرس في الجامعة، ثري ملياردير. شوفوا هو ياخذ الجوتي مالك والجوتي، وشفت بعضهم انا شفت ياخذ الجوتي وياخذ خوصه وشيل التراب اللي في النعال، قلت له ليش سوي هالشكل؟ قال هذا تراب زاير الرضا. سالت هذا الثاني قلت له هذا شنو؟ قال لي هذا دكتور في الجامعه قاعد ياخذ تراب من نعلي زاير الرضا يتبرك به. هذا الدكتور يشتغل لكن تشوفه تقول واحد عادي دكتور، شنو وظيفته؟ يشتغل يعالج دلين المسجونين، مسجونين لهم طبيب عالج كل اسبوع يومين، لكن يوم تاخر عن العمل في الصحن ينتظر هذا النوبه عشان يجي ويطلع، هذا تاخر ساعه ساعتين اجى قال لي تاخر، قال لي كنت في موقف حقيقه ما ادري انا الان اريد بسرعه اروح لامام الرضا قدامي، شفت شنو شايف انت جاي من السجن؟ قال لي يقول رحت سلمت على الرضا وبكيت وبكيت وردت، قال لي هاش صاير؟ قال لي اليوم شفت العجب العجاب، مو انا اشتغل في السجن، قال لي هذا اللي نعرفه، قال لي اليوم عالجتهم وسويت اريد اطلع، قال لي الضابط تعال يا طبيب اليوم دوامك ويانا، ليش يا عمي انا عندي شغل؟ قال لي اليوم تبقى ويانا سلامات، مو عالجت المرضى؟ قال اكو واحد محكوم بالاعدام شباب ونريدك تفحصه عشان تشوف قلبه عشان يصير اعدامه، مو عن مرض اعدامه، يعدم شيك ضغطه وقلبه وقويانا لين يعدم وتبين انه ما تروح، تقول هذا مو شغلي انا مو في القاضي انا طبيب، وين؟ قال انا في زنزانه لحاله، روح الى شوف افحص. دخلت عليه والى شاب مستلقي يستغفر ويذكر الله ويعرف انه بيعدم بعد ساعه، ايش حال الانسان اللي يعرف بيعدم بعد ساعه اخواني؟ يبقى في دم بعد؟ يقول فحصت نبضات قلبه غير شكل، لكن هو صاحي لكن ما الومه، ويتمتم بشفتي تمتم، أجي أتكلم وياه بس مثل ما أقول عيونه مفتوحة ويتكلم. المهم أريد أطلع، شفت واحد قلت له هذا شاب شكله، قال هذا قاتل واحد، قاتل واحد تعرفون ساعة غضب قتل نفس وكذا ومحكوم بالإعدام، أبو المقتول وأمه ما يتنازلون ولا بدرة، ما كنت نازل قتل ولدنا يقتل، يقول خلاص بعد شو اسوي؟ مو شغلي الان، اريد اطلع واذا شفته عيونه تسيل ويتكلم بصوت ضعيف اتقربت من عنده، واذا اسمع يقول يا ضامن اهو اضمني. شنو ضامن اهو اخواني؟ اهو يعني الغزاله، اما ضامن الجنه ديك الجنه بهشت، ضامن اهو الامام رضا معروف قصه الغزاله، يا ضامن اهو اضمني. على العموم هو قاتل نفسي يمكن يستحق القصاص، يقول أبكاني تأثرت إليه لكن شو أسوي؟ طلعت وإلا الضباط وقضية الإعدام جاهزة، شوية بياخذوا ويودوه، شوية جابوا وحطوا على رأس الكيس هذا يعدموه شنو بالشنق، وإذا أشوف هناك رجال هالشكل متبختر إنه راح يقتل قاتل ولدي، ومرأة بجنبه فرحانين مو متغيرين يريدوا ياخذوا ثار ولدهم،
قالوا هذا أبو المقتول وأمه. قلت خليني أحاجيهم. جيت للأبو قلت له ترى يا فلان ترى إذا أصفحت عنه الله يعطيك كذا. قال لا كلمني أبدا، هذا قتل ولدي فليقتل الآن. وأنت يا أمه؟ قالت لا 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 لا، ولدي 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 مات ويبقى في الحياة، أريد أشوفه بعيوني. ماكو مجال. قال يلا خذوه. رفعوه على حبل المشنقة، ضباط ودنيا وكذا وقايمة. هذا الأبو جالس يطالع ما بين الزجاج طبعا، وهذا الضباط وياه واخذينه بيعدموه. وأنا بعد قاعد أطالع شو أسوي، ما بيدي تشارف. يقول بينما هم يحاولوا يرموا الكرسي اللي تحته من أجل يتعلق في المشنقة ودقيقة ويموت، وإذا الأم غمضت عيونها صرخت لا تقتلوه، هذا أصفحت عين. قال أبو شنو طول على السنين احنا متفقين؟ قالت لا 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 لا. قال وقفوا، قاموا الناس يجوا دول المسؤولين، قالوا ها آخر دقيقة تأثرت؟ قالت لغمضت عيوني شفت قبة الإمام الرضا انفتحت، شفت قبة وإذا نور من القبة وإذا من يهمس في أذني، أنا ضمنته يا أمة الله فاصفحي عنه من أجلي. يقول إمام الرضا يقول ضمنته، ويقول قال لها ترى أنا سمعته في آخر لحظة يقول يا ضامن آهو اضمني. فعلي بن موسى ضمنه يا أمة الله بما أن الإمام تدخل اعلمي بأن هذه شفاعة لابنك المقتول أيضا، فأنت ما كسرت خاطر الإمام الرضا وسلام الله عليه. لا أدري ليش حضر لهذا دون غيره. على العموم وإحنا الليلة كلنا جئنا على بابه. يلا يا حبيبي، ما الدمعة اللي نهملت منك ما يخالف دمعة فرح إن شاء الله، وربي وربي يقضي حال. وقت ما عندي الله يعلم، عندي مجلس هم متأخر عليه، بس كم بيت ونختم ونسألكم الدعاء. يلا عيني. والليلة ميلاد الرضا نور يتلالي، ألف نبي أحمد. ليش ما أسمع صوتكم؟ ليش الليلة نور يتلالى، ألف الصلاة أحمد وآلى. ضمن الجنة والنبي خير البشر جدة، وجدة الزهرة فاطمة وكل الشرف عنده. نور الفضائل تنولد في شهر ذي القعدة، علم وحسب دين وأدب والعصمة والجاه. هذا علي وبمولده الأكوان مسرورة، وباب الحوايج في المدينة ينتظر نورة، وباشر يزور الله في عرشه كل من يزورة. يلي سكن حب الرضا، اي والله هذا الإمام ابن الإمام الأيد الله. يلي سكن حب الرضا في وسط دلالة، صل على الهادي النبي أحمد. الليلة ميلاد، الليلة ميلاد نور يتلالة، ألف الصلاة على راسي. شمس الشموس مشهدة بأنوار وضاحة، حيدر علي مشكات نورة وزيت مصباحة، وعمه الطيار اللي يلف الجنة بجناحة، ولملاك يوم اللي يصلي تصلي وياه. هذا الرؤوف الغامر الأكوان بفضاله، هذا الأنيس اللي إلى الأرواح مياله، هنياله من زار في طوس الليلة، هنياله يضمن الجنة والله يغفر كل خطايا. شمس الشموس اللي الشمس تخجل قباله، ألف الصلاة على النبي أحمد. الليلة ميلاد الرضا، والليلة ميلاد الرضا،
نورايت سمعني ألف الصلاة تعجزت عديد من مقامات وكرامات وأهل الملل والنحل حارت باحتجاجات لو رفع كف الغيث ينزل من سماء واتى والفضل والإحسان من أول سجايا سلسلة نور من الذهب تكتمل بنوارة وحب إلى ذنوب البرايا كلها كفارة عند في مشهد قبر زار الله من زارة ومخيب اللي يقصده واللي تعنى وباب الرجا وباب الندى يمينة وشمالة أحمد على ولا ألف الصلاة هذا الختام دعاء كل من عنده حاجة ها يا رب ندعوك بعلي حقق أمانينا واقضي حوايجنا وحقق كل مساء عينا وعجل يا ربي في فرجنا بفرج مهدينا وثبتنا بمحبة علي واحشرنا وياه ندعوك ربي بفاطمة وسر الذي بيها كل من إلى حاجة يا ربي الليلة تقضيها بجاه الرضا واجدادة وابناء توفيها ما يصبح إلا بالرضا نال التمنى ضامن الجنة بالشعر نعزف لموالة ألف الصلاة أحمد وهذا من طيب رسول الله صلى اللهم صل على محمد وآل محمد لما اقترن الإمام الرضا عليه السلام لما اقترن إمامنا الكاظم عليه السلام بسيدتنا نجم أو سكن أو تكتم وحينما علقت بتلك النطفة المباركة التي أصلها النبي محمد صلى لما مضت عليها الليالي والأيام كانت تجد خفة في بدنها واتساعا في جنبها فكلما مرت الشهور عليها ازدادت بهاء وكمالا وجمالا ولا تمر بحجر ولا مدر ولا بشر إلا ويعنيها قائلا هنيئا لك لقد حملت بغلام حليم عليم حبيبي رسول الله إلى أن أكملت عدتها تسعة أشهر وكان يشم منها روائح الند الأذفر والمسك والعنبر هذا من طيب اللهم صل على محمد وآل محمد إلى أن أراد الله تعالى أن يظهر نوره يلا بسرعة بسرعة وصلنا نور وليه وسلطانه على العالمين مولانا الرضا عليه السلام في تلك الليلة المباركة تساطعت الأنوار وسمعت أصوات الملائكة النازلة والصاعدة بالتهليل والتقديس والتكبير وحففنا حولها نساء هاشميات فبينما تكتم جالسة لا تحس بألم ولا وجاعد وضعت بالإنسان